وفي الختام إن شاء الله تعالى، رأيتكم، رأيت الجماعة كلهم قد طلبوا لسماع صوت الشيخ دكتور أحمد المعشراوي، والله وأنت تلقي السؤال الكل يريد أن يسمع. لا 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 لا. بسم الله، فليتفضل سعادتك. أنا مش بس مرتلم سورة النجم. سورة النجم يا مولانا. السؤال من الشيخ كمال، أول سورة النجم. أول سورة النجم قرأتها قبل 3 أيام في الجزائر العاصمة، وقد طرب الجميع لسماع صوتك، وأطلبها منك الآن في كينيا إن شاء الله. إن شاء الله، توكل على الله. خلف برواية خلف عن حمزة بجميع أنواع السكت. التلفون هذا أحسن شيء. نعم، لا ده أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوي، ما ضل صاحبكم وما غوي، وما ينطق عن الهوي، إن هو إلا وحي يوحي، علمه شديد القوي، ذو مرة فاستوي، وهو بالأفق الأعلي، ثم دنا فتدلي، فكان قاب قوسين أودني، فأوحي إلى عبده ما أوحي. ما كذب الفؤاد ما رئي، أفتمرونه على ما يري. ولقد رئيه نزلة أخري، عند سدرة المنتهي، عندها جنة الماوي، إذ يغشى السدرة ما يغشي، ما زيغ البصر وما طغي، لقد رئي من آيات ربه الكبري. أفرأيتم اللات والعزي، ومناة الثالثة الأخري، ألكم الذكر وله الأنثي، تلك إذا قسمة ضيزي، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدي. أم للإنسان ما تمني، فلله الآخرة ولولي، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثي، وما لهم به من علم،
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي صدق الله العظيم.